نعم. السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، السلام. بالنسبة للتوسل، إيش؟ بالنسبة للتوسل بالأعمال الصالحة، نعم، يعني هل يتوسل الإنسان بنفس العمل لأكثر من شيء، يعني لأكثر من حالة؟ إيه نعم، يمكن نفس العمل يعني. نعم، يمكن يتوسل بالعمل الصالح لعدة أمور. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، فاغفر لنا ذنوبنا، لا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذه عدة أشياء توسلوا إلى الله بالإيمان لتحصل لهم. نعم.